فيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأيمان من صحيحه تحت باب يمين الحالف على نية المستحلف، وهذا الباب قد قدمناه بالأمس، وحاصل ما ذكر بالأمس لأننا سنقف معه هذا اليوم، أنه من طريق هشيم بن بشير، واختلف عليه ما مرة قال عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومرة قال عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فاختلف في تعيين شيخ هشيم، هل هو عباد بن أبي صالح أو عبد الله بن أبي صالح؟ والإمام أبو داود رحمه الله يقول هما واحد عباد وعبد الله. وعن عباد أو عبد الله بن أبي صالح العلماء لهم فيه أقوال، يحيى بن معين يوثقه، والذهبي والعجلي. أما الذهبي فقال وثق، وقال مختلف في توثيقه، العجلي وثقه مطلقا، والعجلي متساهل في التوثيق، والساجي قال ثقة إلا أنه روى عن أبيه ما لا يتابع عليه، عفوا الساجي وثقه، وتبعه الأزدي فقال ثقة إلا أنه روى عن أبيه ما لا يتابع عليه. يعني أقول عن الموثقين فهو يحيى بن معين الساجي ومن المتأخر، والعجلي وهو متساهل، والذهبي ناقل قال وثق، وقال مختلف في توثيقه وحديثه حسن. أما الأزدي فقال ثقة إلا أنه روى عن أبيه ما لا يتابع عليه. أما المضاعفون فهم علي بن المديني قال ليس بشيء، والبخاري قال منكر الحديث، ولفظة البخاري منكر الحديث في أردأ مراتب الجرح عند البخاري، أشدها وأنكاها. وابن حجر قال لين الحديث، والعقيلي أو عفوا ابن حبان قال في المجروحين ينفرد عن أبيه بما لا أصل له من حديث أبيه لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. والذي روى عن أبيه وعن أبي هريرة يمينك على ما يصدقه صاحبك، وهذا خبر مشهور لعبد الله بن أبي سعيد عن أبي سعيد. عبد الله بن أبي سعيد متروك، عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد متروك الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث مختلف فيه، فمن العلماء من ينتقده على مسلم بسبب رواية عباد بن أبي صالح أو أخي عبد الله بن أبي صالح، وهو مختلف فيه، والأكثرون على تضعيفه، وخاصة تضعيفه عن أبيه. وابن حبان فصل تفصيلا دقيقا فقال ليروي عن أبيه ما لا يتابع عليه، وهذا الحديث لم يتابع عليه ولم يروه إلا هشيم، كذا قال الحفاظ. فمن ناحية الأسانيد يمكن أن يضاعف هذا الحديث، بل الترجيح يقتضي تضعيفه، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. لكن من ناحية المعنى ينقل بعض العلماء ما قد ذكر بالأمس، يقول أما إذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف ورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه عند القضاء. لكن أحيانا هب أنك سقطت في أيدي عدو، سقطت في أيدي عدو ووريت في اليمين حتى تنقذ من أيدي العدو، أو حتى تحافظ على إخوانك من أهل الإسلام لا يصيبهم ضرر، فاختلفت هذه المسألة عن مسألة الشهادة عند القاضي، اختلفت عن مسألة الشهادة عند القاضي. فأعود مكررا، إن حديث يمينك على ما يصدقك صاحبك تفرد به هشيم بن بشير
اختلف عليه في شيخه، هل هو عباد بن أبي صالح أو عبد الله بن أبي صالح، وروايتان عند مسلم كلاهما عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود عباد وعبد الله هما واحد، وأما عن ترجمتهما إذا كان واحدا فابن معين يوثقه والعجلي، لكن العجلي متساهل، و الساجي يوثقه وينقل توثيقه عن الأزدي لكن تعقب بتضعيفه عن أبيه. أما المضاعفون فعلي بن المديني قال ليس بشيء، وهذه مرتبة شديدة من الجرح. البخاري قال منكر الحديث، وابن حبان قال لينفرد عن أبيه بما لا يأتي به غيره لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وابن حجر ضعفه، وتكلم عدد من العلماء في هذا الحديث على وجه الخصوص. أما عن فقهه فكما أسلفت إذا كان يمينا عند القاضي تدعي بها حقوقا أو تنفي بها حقوقا فاليمين على نية القاضي، لكن وهذا مجمع عليه، لكن إذا كانت هناك أمور أخرى كما أرد في حديث وائل بن حجر الحرر أنه كان مع رجل من المسلمين فقابله العدو فقالوا من هذا، فإذا قال هذا فلان ابن فلان قتلوه، فقال هذا أخي، وورى أنه أخاه في الإسلام، وورد وذهب إلى النبي فقال صدقت المسلم أخو المسلم. هذا باختصار شديد في حديث الأمس، والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.